بحكي؟ خلص حاحكي. كانت الماما تجمعنا هيك سوا وتخبرنا قصص الأنبياء هيك بطريقة مبسطة وحلوة، علمتنا الصلاة على زغر وعلمتنا أهمية الصوم من نحن وصغار. يعني المبادئ العامة تبعول الإسلام إذا بدك الحمد لله موجودين، بس بعمري من قبل ما كنت أفكر إنه الدين ممكن يكون أسلوب حياة. يعني كنت فكر انه بقدر انا اعيش حياتي، اظهر مع اصحابي، روح واجي، وعندي فرائض معينه لازم اعملها باخر هذا النهار. بس يعني اذا بدي كانوا مفصولين عن بعضهم عندي، وما كنت ابدا فكر انه لا ممكن يندمجوا. والشغله الثانيه اللي انا بعتبرها تيرنينج بوينت بحياتي كانت هي الحج. انه انا الحمد لله الله اكرمني وقدرت حج انا عمري 25 سنه. نحن دائما عندنا بالباك جراوند بتفكيرنا انه الواحد ما بيحج غيره انه يصير عمره 70 سنه وخلص، او عاش حياته بالطول وبالعرض اند ذاتس ات خلص. هذا الشيء مش مزبوط، وانا الشيء هذا عشته، انه الحمد لله حجيت على عمر صغير ورجعت وعم بعيش حياتي طبيعي جدا جدا، بس نفس الوقت حياتي تغيرت وللافضل اكيد. حسيت اول شيء انه يعني لما تسمع العالم بيقولوا رحله العمر، عن جد هي رحله العمر. قد ايه بتسافري، قد ايه بتروحي، قد ايه بتجي، هاي الرحله سو سبيشال سو سبيريتشوال. بتروحي بتشوفي ناس من كل الجنسيات، من كل الطبقات، ناس متعلمه، ناس فقيره، ناس معتره، وكلهم هدول مجموعين بهدف معين، بدهم يصلوا بوقت معين، بيلتزموا بحركات بوقت معين. يعني انه مثلا بتعرف شو خطر ببالي لما كنت هونيك، انه مثلا الاولمبيكس، مثلا الاوبننج سيريموني، قد ايه بيقعدوا بيحضروا لسنين، وعلى الاشاره بدنا ننزل كلنا سوا وما بعرف شو ونطلع وهيك. هون ما حدا متمرن مع حدا وما حدا بيعرف لغه حدا، وبنفس الوقت الكل ملتزم بنفس الحركات بنفس الوقت. حسيت قد ايه هالشيء عظيم، وقد ايه انه عن جد ديننا عظيم. بعدين صرت اطلع بالناس الكبار بالعمر، المرضى اللي ما لهم قادرين، اللي عم يتعذبوا لحتى يعملوا الطواف، وانه نحن الحمد لله بصحتنا عم نبرم عم نستمتع بهالعباده. وقتها حسيت انه انا مميزه عند رب العالمين عن جد، انه اختارني بهالعمر الصغير وصحتي منيحه، وما عندي هم انه مثلا افكر بالاوتيل، بالاكل، بالشرب، ما عندي هم غير هالعباده. حسيت انا قد ايه عن جد رب العالمين اكرمني. وشعور يعني يا ريت بقدر اشرح لك شو هو، بس ما فيك، هو شيء من جوا بحس حالك مبسوطه، كونتنت، راضيه، مميزه. يعني بكفي انك تحسي انه رب العالمين اختارك انت غير عن غيري. بعد عندي كثير اشياء اعملها، وبعرف انه الطريق كثير طويله، وبعرف انه في كثير ناس احسن مني. يعني دائما بقعد افكر طب ليه انا اختارني، في كثير ناس احسن مني ومتدينين اكثر مني وملتزمين. هيدا الشيء كله بيرجع بيعزز لي هيك انه هالشعور انه رب العالمين بيحبني، وهذا الشيء بيقويني وبيحسسني بالرضا، وانه الحمد لله مني لحالي، دائما هو موجود. وبنفس الوقت هذا الشيء بيخجلني من حالي، بحس قد ايه انا مقصره وقد ايه في اشياء لازم اعملها. بس انا اللي بيبسطني انه انا حاطه النيه، وبعرف انه الطريق طويله ولازم اشتغل كثير، بس الخطوه الاولى انعملت، وان شاء الله ان شاء الله بتحسن، وان شاء الله بصير هذا الشخص اللي رب العالمين بيرضى عنه يوما ما بإذن الله تعالى.